بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. معكم حسام الحراني من الأردن، ونستكمل إن شاء الله دروس نايم مع الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وتنقيب على البيانات، وما زلنا مستمرين في موضوع الديب ليرنينج. واليوم نقلة نوعية في الديب ليرنينج، اللي هي نحن نحكي على CNN، اللي هي Convolutional Neural Networks، اللي هي شبكات الالتفافية. هاي طبعا تهتم بالإيمج كلاسيفيكيشن، واليوم راح نعطي مثال على الفاشن مينيست كلاسيفيكيشن، وراح نشوف كيف نبني اللايرز، كيف نتعامل مع CNN، وبدنا نعطي شوية بريف عن CNN، زائد راح نتعلم كيف نبدأ نتعامل مع الإيمجز. فمن درس اليوم وطالع، في كثير ويدجتس أو نودز راح نستعملهم عشان نتعامل مع الإيمجز. زي ما شفتوا بالدروس الأربعة السابقة، حكينا على الـ MLP اللي هي Multi Layers Perceptrons، اللي هي Simple Networks في Deep Learning، وسوينا Layers وشفنا كيف نطلع الـ Outputs، وعملنا Classification وعملنا Regression فيها. اليوم ننتقل على الموضوع الثاني في Deep Learning اللي هو CNN، فراح تكون كل تركيزنا على Convolutional Neural Networks، ونتعرف على الطبقات اللي راح نشتغل فيها وكيف نعمل Setup لكل الطبقات، زائد إن شاء الله في الدروس القادمة لاحق راح نتكلم على الـ RNN. الآن قبل ما نكمل الدرس، في درس مهم جدا لازم تحضروه، اللي هو درس رقم 45 بالذكاء الاصطناعي اللي هو CNN. هاي اللينك تبعه بخلي لكم اياه بالدسكريبشن الفيديو، ومن الضروري جدا حقيقة تحضروا هذا الفيديو، لأنه بالدرجة الأولى بجاوبك على الكثير من الأسئلة حول CNN. ليش CNN؟ وشو دخلها في مخ الإنسان؟ وشو الطبقات بشكل عام وتعريفها والحكايات كله؟ فبنصحكم حقيقة كأخ لكم يعني أنكم تشوفوا هذا الدرس، لأنه كثير راح يفيدكم. however إحنا اليوم إن شاء الله بعطيكم هلا quick overview على الموضوع، ونشوف كيف نعمل setup للconvolutional neural networks. طبعا بالبداية لما يكون عندنا احنا هنا input، بدي اعمل convolutional layers. هاي convolutional، هلا نشوف ليش اسمها convolutional، بوريجيكم شوية animation. فبنعمل عدة convolutional layer او at least one layer convolution. طبعا بعد convolutional layers بدي يجي pooling او بسموه max pooling. بعدين بدنا نعمل fully connected layers عن طريق الفلتن، وبعدين بطلع لنا الاوتبوت. فهاي المرحلة الأولى بنسميها الفيتشر اكستراكشن، كيف احنا بنخرج الميزات اللي موجودة في الصورة، سواء كانت حواف، ايدجز، اوبجكتس، اتسترا. وبعدين بصير الكلاسيفيكيشن عن طريق الفولي كونكتد نتورك مع عن طريق الاوتبوت. طيب الكونفوليوشنال نيورال نتورك فيها الكونفوليوشن عدة انواع، في شيء اسمه D1 D2 D3. D1 اللي بتمشي باتجاه واحد، هاي للبيسك داتا ستراكشر، زي مثلا البيانات النصية زي الصوت او السلاسل الزمنية. D2 بيمشي في اتجاهين، فاذا بيمشي باتجاهين غالبا راح يكون على الصور، لانه الصور فيها اتجاهين، الصورة فيها الهايت والويث، فبدنا نمشي على الهايت والويث، فهذا بسموه بالD2 او اللاير سكند دايمنشن. هسه بنحكي على الكيرنل ونعرفكم شو معنى كيرنل. في دي 3 هاي بتحكي بتتجه في نحو ثلاث اتجاهات، وهاي مهمة جدا في ما يخص التصوير الرنين المغناطيسي RMI، والتصوير الطبقي CT سكان، والفيديوز والصور الثلاثية الأبعاد. فهذول الثري لايرز اللي انت ممكن تستعملهم كconvolutional في neural network as convolutional. طيب this is جاي من toward datascience.com. This is very good website اللي أنا I found this animation موجودة في هاي السورس إلها. ف I advise you to go to this website وتشوفوا بعض الشغلات اللي موجودة في هذا الويبسايت. أول شغلة شو معنى convolution، لأنه إحنا CNN اللي convolutional networks. لاحظوا المربع هذا اللي باللون الأزرق قاعد بيعمل التفاف، صح؟ بتحرك وبالتف على الإيمج بطريقة معينة. فهاي الالتفاف أجا من هون موضوع convolution. فالالتفاف بطريقة معينة على الصورة، اعتبر هاي عبارة عن صورة للمربعات، هاي اللي باللون الأبيض في عبارة عن بيكسلز، وهاي بسموه الكيرنل. هذا اللي قاعد بيمشي الآن هو الكيرنل، قاعد بيمشي على بطريقة معينة، هسه بنشرحها هون كيف بدنا نمشي هاي الكيرنل، وقاعد بقرأ الداتا من هاي البيانات وبعملها بولينج وبطلع الاوتبوت، او بعملها من مايز بطريقة معينة وبطلع الاوتبوت بالطريقة هاي.
طيب فالكونفوليوشنال نتورك بتهتم اني انا بمشي ماتريكس معينه، خلينا نسميها هاي ماتريكس، مصفوفه معينه بطريقه معينه على الايمج، وباخذ الكالكوليشنز كلها منها. طيب هذا الايمج اللي عندي الان هو ايمج سايز 9x9، فهذا عباره عن 9x9. فالايمج اللي انت ممكن تستعمله اذا كان مثلا 28x28 او 164x164 الى اخره، بتحط الايمجز سايز اللي انت بدك اياها. نمبر 2 الايمج شيب اللي هو هذا 9x9، هاي 9x9، واول رقم هذا عباره عن شانل. الشانل اذا كان جراي يعني ابيض واسود بكون واحد، اذا كان كلر مكون من الار بي جي بكون ثلاثه، وسام تايم بكون ايمجز من نوع خاص من الكلرز اللي هي اربعه. فموست لايكلي احنا راح نستعمل الواحد وثلاثه حسب الايمجز اللي عندنا. الاوتبوت شيب هي الاوتبوت شيب اللي زي ما انتم شايفين 7x7، وفي عندنا الشانل بكون واحد اللي هي عباره عن بس 1 شانل. الكيرنل هذا اللي عبارة عن بيمشي كمصفوفة عبارة عن 3x3. طبعا الكيرنل 3x3 ممكن يكون 2x2، بس إذا كان 2x2 بكون بطيء جدا الكالكوليشنز، وإذا خليته 4x4 مرات ما بيعمل فيتشر اكستراكشنز بشكل كويس، فأنسب شيء تخليه حسب الخبرة 3x3. طبعا الكيرنل شو بيسوي؟ الكيرنل بيجيب الفلتر، هاي الفلتر عبارة عن 0-1 فلتر بطريقة معينة عشان أنا تو سنس ال البترن اللي انا بدي اشتغل عليها، النمط اللي بدي اشتغل عليه. بمعنى بدي انا اطبق هاي الماتريكس اللي هي 3x3 على الكيرنل على الايمج نفسه واضربهم بعضهم، مضروبهم بعضه بيطلع معي فاليو، هاي الفاليو انا باخذها وبحطها هون وهكذا اند سو اند سو فورث. فهذا هو الكيرنل. البادنج 0x0، انا ما بحط زيروز على الجوانب، ما بدي احط زيروز. السترايد اللي هو الازاحه، لاحظ الكيرنل قاعد بيزيح واحد على اليمين وبنزل مره واحد على تحت، فالازاحه ما بتعدى يعني اكثر من واحد، فانت ممكن تحطه 2x2، اذا حطيته 2x2 بصير تسكب، بيجي من هون بعدين من هون بعدين من هون بعدين من هون الى اخره الى اخره. فالسترايد اللي هي الازاحه، والدايليشن اللي هي التمدد للكيرنل، هلا بنشوفه بالمثال القادم. فالدايليشن هون عباره عن 1x1، بمعنى انه الازرق هذول جايين ورا بعضهم 1x1، ما في اي سكيب، يعني ما في ازرق ابيض ازرق ابيض ازرق زي هيك. هلا بنشوف مثال عليه. فنورمالي انت بالطريقه هاي بتعمل سيت اب للنتورك وبتحط هاي كل القيم والارقام عشان تكون الامور واضحه. هذا مثال ثاني، شو لاحظوا كيف البادنج الزيروز هاي باللون النهدي هيو جاي زيروز هون، وسام تايم مراتنا بيفيدنا حسب طبعا نوع الايمجز. فهي البادنج 1x1 او شو كان 0x0. الستارت طلع 2، لاحظوا كيف بنط 2 او بقفز خانتين وبكمل، بقفز خانتين وبكمل. والدايليشن شوفوا ازرق ابيض ازرق ابيض، لاحظوا كيف في تمدد بالكيرنل. الكيرنل بدل ما يكون 3x3 هو 3x3 لكن في تمدد اللي هو 2x2. فهنا عندي طبعا الانبوت شيب 3x7x7 هي 7x7، وعندي 3 شانلز لانه كلر ايمج، وعندي الاوتبوت 2x3x3 هي 3x3، وعندي 2 شانلز بالاوتبوت، والدايليشن زي ما قلنا 2x2 وسترايد 2x2 وهكذا. فذيس از انت هاو يو سيت اب هاي الارقام كلها. طيب احنا عشان نبدا نسوي بسي ان، انا جبت لكم فيري سمبل اكزامبل حتى نشتغل عليه نفهم الموضوع. هذا الاكزامبل اللي هو الميني ست اللي فيه الفاشن اللي هي الازياء، يعني هون مثلا حذاء، هون في مثلا تي شيرت، هون في كمان تي شيرت، هون في دريس بسموه هذا دريس. فهذول كلهم محطوطين بنفس الفولدر، لاحظوا كيف بنفس الفولدر مش موزعين، نفس المكان. وفي في اكسل شيت ثاني هي موجوده مع نفس الداتا ست، هاي بتوضح لك بتقول لك كل ايمج ايش هو الايمج والكاتيجوري تبعته اللي هي الليبلنج تبعته. فالايمج اللي هو فاشن 0 هيو دوت بي ان جي، هاي النيم تبعه، لاحظوا كيف حاطين النيم ايمج باك سلاش فاش فاشن 0 دوت بي ان جي عباره عن بوت، هاي بوت. تي شيرت اللي هو فاشن 1 هي فاشن 1 تي شيرت، اللي بعدين تي شيرت، بعدين في دريس هاي الدريس وهكذا ان سو اون. فاحنا مش حاطينهم في سب فولدرز، حاطين كل الايمجز في فولدر وحاطين في اكسل شيت الليبلز تبعونهم. فهي الطريقه عشان نتعلم اساسا كيف تو ماب الايمجز على الكاتيجوريز الموجودين هون. طبعا هاي الكاتيجوريز اللي موجودين عندنا اللي هم الكلاسز اللي هم الليبلز، عندنا 10 ليبلز اللي هو تي شيرت وتراوزر الى اخره، كل هذول الكلاسز موجودين عندنا. طبعا الايمجز اللي عندي تقريبا 3000 ايمج، هي سبست للاوريجينال ايمجز اللي موجوده على هذا الفولدر، على هذا اللينك عفوا،
على هذا اللينك فيه كل الايمجز موجوده بالالاف، بس هاي عباره عن سبست لها عشان يكون عندنا سريع الليرنينج ونعطي المثال بشكل واضح. طبعا احنا النتورك تبعتنا على الميني ست هاي شو راح نبني؟ احنا قلنا فيه راح نبني اول شيء الانبوت لاير. الانبوت لاير طبعا هتكون هاي الايمجز عباره عن 28 بكسل في 28 بكسل، وبما انها جراي بكون 1 ف28 في 28 في 1. الكونفوليوشنال لاير، هاي كونفوليوشنال لاير راح تكون عباره عن كراس كونفوليوشنال 2D، تمام. بنحط الكيرنل 2 في 2، بنحط الفلتر 32، عدد الفلتر بكون 16 32 64 حسب تعقيد الايمج. الايمج اللي عندنا سهل فممكن تحطوا 16 او 32. بعدين بيجي بعد الكونفوليوشن قلنا بيجي الماكس بولينج، هي الماكس بولينج لاير، بنحط ماكس بولينج 2 في 2. ماكس بولينج اللي هي منصغر الايمج شويه، منصغره حتى تفوكس عليه وتاخذ الاكستراكت الفيتشرز ونشتغل على الكالكوليشنز. بعدين عندنا الفلاتن وعندنا الدنس لاير حتى نطلع الفولي كونكتد، تمام. بعدين عندنا الاوتبوت لاير اللي هي عباره عن 10 كلاسز هيها، وراح نستعمل بما انه عندي 10 كلاسز السوفت ماكس اللي تعودنا عليه، وهي هيك المابينج زي ما انتم شايفين للنتورك اللي راح نبنيها بالشيء اللي حكيناه بشكل ثيوري. طيب الـ انا شفت ورك فلو بالجيت هاب، هي جبته هون بس عدلت عليه، خليته يكون سيمبل. هي اللوكيشن تبعه من الجيت هاب، فاللي بيحب انه ينزله هو نفسه بروح هذا اللوكيشن. راح اخلي لكم معظم اللينكس بالديسكريبشن للفيديو حتى انتم تروحوا تعملوا اللي بدكم اياه. فاللي بيحب تعمل داونلود او انا راح اعمل ابلود لهذا اللي راح اشتغل عليه الان في الجيت هاب اللي بيحب ينزله. طيب خلينا نمشي فيهم خطوه خطوه، وبدي منكم تركيز كامل على الموضوع لانه بصراحه الموضوع بده تركيز، بمعنى انه يعني ما بتجيب بس النوز بتحطها وانت مش عارف شو اللي قاعد بصير، ما مش عارف تشتغل. فاحنا الان بدنا نسوي اول شيء النتورك. النتورك اول شيء بدي اجيب الانبوت، الانبوت لاير، وهي عباره عن اسمها انبوت كراس انبوت لاير، بنحط عندي هنا، تمام. وبدي اجيب الكونفوليوشنال، كونفوليوشن لاير، وبدي اجيب ال2 دي، لاحظوا هي التي دي 2 دي لاير بجيبها بحطه هون. بعدين بدي الماكس بولينج، ماكس بولينج هي الماكس بولينج 2D بجيبها بحطه هون. وبدي فلاتن اللي حكينا عنها، فلاتن لاير هي كراس كله، طبعا هذا نسي نحكي عن كراس، تمام، بس راح نحكي عن عدة شغلات في المستقبل اشياء ثانية. بعدين نحكي على دينس لاير عادية، دينس لاير بنجيبها حتى نسوي الفولي كونكتد مع الفلاتن، ونجيب الاوتبوت كمان انذر لاير بنسويها الاوتبوت. هيك صار عندي النتورك كومبوننت جاهزه عشان اسرع اعملها كونفيجريشن، وراح اعملها كونفيجريشن زي ما راح تشوفوا وحده وحده بكل سهوله، وما في شيء ان شاء الله يكون صعب عليكم. وراح تشوفوا انه راح نسوي الموضوع كله بدون سطر برمجه، يعني مش راح نبرمج كبرمجه، بس في شويه ستينجز راح نشتغل عليها، تمام. طيب اول شيء الانبوت لاير شو قلنا عنها؟ ان هاي بدنا 28 بكسل، 20 28 كوما 20 28 كوما، عندنا 1 شانل، تمام. وبدي اخلي كل شيء زي ما هو. ثاني هاي خلصنا اول نود. النود الثاني كونفوليوشن لاير، مش كروبينج، انا شايفين عم حاط كروبينج بالغلط هون، ننزل كراس كروبينج، لا this is should be convolutional. خلينا اشيلها واحط الكونفوليوشن 2D، خلينا نبحث عليها هنا 2D. هي مش انا بالغلط اخذت الكروبينج، انا بدي اخذ كراس كونفوليوشنال 2D، تمام. الاغلاط بتصير يعني، لكن انتم بكل سهوله ممكن تصلح اي شيء، بوصلها معها وبعمل دبل كليك عليها. وبدي هون احط الفلترز، قلنا ممكن تحطوا 32 32، وبدي الكيرنل زي ما قلنا 3 في 3، والسترايد خليها 1 في 1 وديليشن 1 1، والبادنج ممكن احط اخليها تكون فاليد. وبده تكون هون ريليو لانه هاي كونفوليوشن، بعمل له موست لايكلي ريليو عليها. هي ثاني نود خلصناها. ثالث نود الماكس بولينج، بدي اخليها 2 في 2 زي ما هي، والسترايد 1 1، وبدي اخليه سيم او فاليد زي ما بدكم. بعدين بتجربوا بتشوفوا الاكيوريسي اللي ممكن يصير. بعدين الفلاتن لاير هون ما بغير فيها شيء، لانه هو بس بده ياخذها من 2D ويحولها بس على 1 سنجل اري، فما في اي كونفيجريشن، هو لحاله بيعمل كل شيء. بعدين الدنس لاير بدي اجيب اشبك كل الاوتبوت 120 28، طبعا ممكن تكون 100 او اقل 64،
بس اي ثينك انه بيس على اللي عندي ال 28 في 28 128 اي ثينك بتكون مناسبه، وبدي اعمل له ريليو تمام. زائد بدي اعمل اخر شغله اللي هي كونفيجريشن، ليش؟ لان الاوتبوت، والاوتبوت بدي اخليها تبعتها 10 كلاسز. وطبعا الاكتيفيشن فانكشن شو بده يكون عندي؟ بده يكون سوفت ماكس لانه انا عندي ملتي كلاس كلاسيفيكيشن. هيك خلصنا النتورك تمام، ما في صعوبه ان شاء الله. طيب الان طبعا هاي راح تشبك مع مين؟ مع الاكسكيوتر ليرنر، ليرنر اللي هو نتورك ليرنر. خلينا نسميه نتورك ليرنر، ايوه نتورك، نتورك ليرنر، كراس نتورك ليرنر. ومن مره بدي اجيب الاكسكيوتر عشان ننفذ الشغل عليه بعد شوي تمام. طبعا هاي الاوتبوت تبعتها بدي يجي على هنا على الكراس هون. زائد هسه بدي اعمل كونفيجريشن للايمجز اللي بدي اشتغل عليها، وهذا اشي كثير مهم بدك تكون منتبه جدا جدا على الموضوع تمام. طبعا انا الايمجز حاطهم في نفس اللوكيشن النايم. اذا بتروح على نايم تيست 2 نيجي هنا بنروح على نايم تيست 2 اللي هو درس اي نايم تيست 2 هيو بروجكت. اذا بنروح على الداتا، هي الداتا بنلاحظ انه في عندي فاشن جوا الفاشن. لاحظوا كيف في الاكسل شيت اللي فيه هلا شفناه، الاكسل شيت اللي فيه الكلاسز مع الايمجز، وفي عندي الايمجز هي موجودين كلهم عندي هون زي ما انتم ملاحظين. هاي كل الايمجز، فهي اللوكيشن، وهي راح لما اعمل له ابلود للجيت هاب راح يجي معاه الايمجز. فبس تعمل له انتم داونلود بيجي معاه الايمجز وبيجي معاه الداتا وبيجي معاه كل شيء تمام. طيب فاول شيء انا بدي اقرا الايمجز. الايمجز بكل سهوله شو بدي اسوي؟ في عندنا طبعا النودز جديد راح نتعرف عليها. اول واحد اسمه ليست فايل، ليست فايل فولدرز، هي بجيبه هون عندي ليست فايل فولدر، وبعمل دبل كليك عليه وبقول انا بدي ريليتيف الفايل سيستم ريليتيف تو الورك سبيس اللي انا شغال عليه تمام. وعندي طبعا هون هي الفاشن، فاشن بس انا بدي اقول له الفاشن بدي احطه بطريقه معينه عشان اورجيكم كيف. بدي اقول له الفاشن ايمجز لانه هون لاحظوا كيف هون بلاقي تو فايلز، فانا بدي الايمجز نفسهم. فالفاشن باك سلاش ايمجز لانه في فولدر اسمه ايمجز، هي بعمل له سكان قاعد وراح نلاقي انه راح يلاقينا تقريبا 3000 ملف اللي هو ايمجز صور تمام. بنقول له اوكي، نعمل اكسكيوت نتاكد كل شيء تمام. هي بعمل هنا رننج وايل اتس اكسكيوتنج بدي اجيب ايش اسمه باث تو سترينج، باث تو سترينج حتى لانه في باث للملفات صح. فهسه بورجيكم ليش جبنا هذا الملف او اللي جبنا هذا النود، بدي اوصله عليه تمام وبعمل له رن. هسه اذا بتفتح حول الملفات الاساسيه ليست فايلز بيجيبوا لي، لاحظ بتجيب لي من عند الفاشن وطالع بيجيب لي فاشن ايمج فاشن 0.png. لاحظوا كيف الاسماء، وهي الاسماء بدي اجي انا اقرا الايمجز، فانا من الباث كامل لازم يكون عندي. فشو بسوي؟ بجيب بقول له باث تو سترينج، بقول له خلي لي الباث وريبليس سيلكتد كلهم زي ما بدك ما في مشكله، بقول له اوكي. لاحظوا كيف هسه لما اعمل اكسكيوت شو راح يعطيني؟ راح يعطيني الباث كله، شايفين كيف؟ لكل الايمج. عشان ايش هسه بدي اعمل؟ بدي اعمل ريد للايمج، فبقول له ايمج ريدر بس من الايش؟ ايمج ريدر من التيبل، ما بدي اقرا مباشره من ملف من الـ من السيستم. بعدين بالدرس القادم راح نستعمل الريدر العادي، بس اليوم مع التيبل تمام. فبدي وصله عليه وبدي اعمل دبل كليك، مش راح اغير اشي هون اكسبت اني بدي اقول له هون الابند الكولوم تبع الايمج ما شو. بقول له هون الان اكسكيوت، بدا يقرا الايمجز. لاحظوا كيف بدا يقرا الايمجز. الان في اشي مهم بدي اسوي اللي هو الايمج، هسه بشوفه كيف بس يخلص. انا شوف الله هون ببين معي اشي ولا لما يخلص؟ خلي لما يخلص. بس انا بدي اجيب هسه اشي اسمه string manipulation. هسه بحكي لكم ليش. ومن string manipulation بدي اربط هاي معاه تمام، وبدي جوا string manipulation احط statement سهل صغير سهل جدا expression معين بدي احط هون. بدي اقول له انه اعمل لي substring، بجيب لي جزء من السترينج من الباث كله وشوف الاندكس تبع الايمج من عند الايمج وطالع. بمعنى انا بدي اخذ بس الايمجز وطالع. خلينا اورجيكم كيف.
اذا بتروح على الاكسل شيت، الاكسل شيت اللي عندي موجود فيها شو اسم الايمج، ايمج فاشن 0.png. فانا بدي ارد اعمل مابينج للاسماء بعد ما قرات الايمجز، قرات الايمجز والباث تمام، بدي اجيب الاسم تبع الايمج حتى اجيب الكاتيجوري تبعته اللي هي الليبل تبعته، بدي اعمل مابينج لهم. فشو بسوي؟ باجي هون بقول له خلي لي سبسترينج من الايمج وطالع، فشوفوا وابند سمي لي اياه هذا مثلا ليبل، سمي لي اياه الكولوم ليبل تمام. فهسه شوفوا لما اعمل اكسكيوت شو راح يسوي لي. هي هنا هنا بلاحظ هاي الليبل تبعه اللي هو الاسم تبعه مبدئيا، وهي الصور، هاي الصور وهي كل شيء قدامكم موجود تمام. الان هاي الاسم بدي اقيم الاسم، اسم الملف من اجيبه من هون واجيب الكلاس تبعته اللي هي الليبل تبعت هذا اللي هو عباره عن ايش، انكل بوت وهذا تيشيرت. كيف بعمل العمليه هاي؟ هسه بدنا نشوف كيف نربط الملفين ببعض، بس قبل هيك خليني بس اربط هالشغله وهسه بحكي لكم ليش. سيل ريبليسر، بدي اجيب سيل ريبليسر بس بدي اخليها هون موجوده واربطها معها. هسه بحكي لكم شو السيل ريبليسر بسوي، وبدي اجي هذول يعني احطهم في ميتا نود عشان اضبط كل شغلي. بدي اقول له كرييت ميتا نود، هي اخترتهم كلهم وقلت له اوكي، وبدي اقول له سميها ريد ايمجز تمام، هي ريد ايمجز تمام. فهسه شو راح يسوي لي؟ حط لي اياها في نود واحده، حط لي اياها في نود واحدة، ممتاز جدا. طيب وخلى لي اياها موصوله مع الريبليسر. هسه بنحكي على الريبليسر. ريد ايمجز هي نفسها اللي احنا سويناها هسه. حيو لاحظوا كيف عملنا ريد الملفات، باث سترينج، ايمج ريدر اند سترينج مانيبيوليشن تمام. طيب الان بدي اعمل ريبليس، بدي اعمل، خليني اعمل اوشران لهذا، اقول له اكسكيوت. وما دام بعمل اكسكيوت شو بدي اسوي هسه؟ بدي اقرا الاكسل شيت. الاكسل شيت بدي اجيب، بدي اسميه اقول له سي اس في ريدر، جيب لي اياه تمام، ووصل لي اياه مع مين؟ مع الريليتيف تو، وجيب اعمل لي براوز وجيب لي اسم الملف اللي هو اندر فاشن اندكس دوت سي اس في. فلاحظوا في عندي الكاتيجوري وعندي الايمجز زي ما شفنا الان بالاكسل تمام. فاسا اي نيد تو ريبليس ذس وان مع الليبل تبعته، ف which is very simple. فشو بسوي؟ بوصل هذا مع السيل ريبليسر، شيء اسمه سيل ريبليسر، وبوصل هذا معه وبقول له ما يلي، بقول له اقرا لي الليبل من اول بارت، اقرا لي الليبل اللي هو في اسم الملف الان، وقارنه مع الايمج، وحط لي بالاوتبوت ايش الكاتيجوري، حط الاوتبوت الكاتيجوري، وابند كولوم اذا بدي، او خلي على نفس الليبل بسوي، بقول له اوكي. فسلم اعمل رن اكسكيوت شو بسوي لي؟ لاحظوا كيف هسه نيجي هون بس يخلص لانه شغال الان، شغال هذا وشغال هذا، فهذا هي اشتغل واشتغل كل شيء. بقول له التيبل، لاحظوا هاي جاب لي كل الليبلز، قال لي هاي شيرت، هاي شيرت، كان قبل شوي اسم الملف، فعملته انا سيل ريبليسر، يعني بدلت السيل هاي بالكاتيجوري الموجوده وين؟ موجوده عندي بالاكسل، بالاكسل شيت، موجوده عندي بالاكسل شيت. خليني اورجيكم اياها، هاي الاكسل شيت، هي هاي الايمج نيم غيرته بالليبل الموجود عندي هون تمام. تمام طيب هسه بما انه صار عندي ليبلز، هاي الايمجز عندي وعندي الليبلز، شو بسوي؟ الكومن سنس، بدي بتعامل مع سي ان ان، بدي احول تو، بدي احول انتو اللي هو كونفيرت اللي هو كاتيجوري تو نمبر، كاتيجوري تو نمبر، عشان انا بتعامل مع كلاسز، بديش اسماء كلاسز، انا بدي ارقام. فبوصله عليه وكل سهوله بقول له انا اعمل لي من 1 2، وبدي اسمي هذا، بدي اسميه الليبل ليبل اندرسكور اندكس تمام. وبدي اقيم هذول الشغلتين، انا بدي اسوي الليبل، بدي اسوي اندكس اللي صار عندي عباره عن كاتيجوري، بدي اسميه بدل ما يحط لي بوت يسوي لي 1 0، شيرت تي شيرت 1، وهكذا وهكذا، بيعمل لي نمبرنج لهم. فاذا باجي هون بقول له رن اكسكيوت وورجيني شو صار، لاحظوا شو صار، هيو حط اياهم عباره عن ليبلز 0 1 1 2 3 4 4 5، فحول لي هذولا انتو ليبل اندكس او اندكس ليبل تمام. هذا سمينا ليبل الكولوم سفكس، سفكس هاي، اذا بسميه بس اندكس، بحطهم اندكس اندكس، فهو لحاله هسه هي اندرسكور هيك
عشان يعطي لي execute وسوى لي اندر. شو صار عندي الكولوم اسمه؟ صار ليبل اندكس. ليبل اندكس تمام، هي الليبل اندكس موجود عندي هون. طيب بعد الليبل اندكس شو بدي اسوي؟ بدي اسوي شيء مهم في الايمجز، اللي هو طبعا انا نسيت احكي لكم شغله، انه الايمجز بروسيسنج كل الايمجز نودز لازم يكونوا معمول انستليشن عن طريق النايم اكستنشن. بتدخلوا هون كل الايمج بروسيس انتجريترز بتعملوا لهم داونلود، يعني بتعمل كليك هنا تمام بيطلع معك المفروض. انا عامل نتورك هون، خليني بس اشيل النتورك اللي انا عامل كونفيجريشن لها، خليني اعمل هنا لاحظوا هين هون بدي اعمل انا بس بريفرنسز. انا عامل النتورك هون بدي اعملها ريموف لانه في عندي بروكسي تمام، وبدي اقول له هون الاكستنشنز. طبعا هو هسه بيجيب لك كل الاكستنشنز، انا عامل انستوليشن لكل الاكستنشنز بصراحه. فانت اذا بدك تروح بس تختار الايمج بروسيسنج تروح تختارهم من هون الانتجريتر والاكستنشنز، بتختار الايمج بروسيسنج بتعملهم تشيك اون وبعدين تقول نيكست نيكست فينيش بيعمل لك انستوليشن لهم كلهم تمام. طيب في عندي شيء اسمه ايمج كالكوليتر. شو بيسوي لي الايمج كالكوليتر؟ بيسوي لي نورماليزيشن للايمج. اذا بتتذكروا زمان كيف كنا نعمل نورماليزيشن في نورمالايزر نورمالايز نود، هون لا بتوصلوا على الكالكوليتر وبتوصل هاي معها زائد. شو بتسوي؟ فيري سمبل، نقول له الايمج هاي دبل كليك واحده الايمج كبست على الايمج على 255 بيعمل لك نورماليزيشن تمام، وريبليس الكولوم تبع الايمج. انا اهتم بالايمج نفسه تمام، واقول له اوكي تمام. هاي الكالكوليتر، فانا عملت هنا نورماليزيشن تمام. انا اجيب هاي هون بس واجيب هاي هون عشان اختار كل اشي كنترول اي وبزيحهم كلهم هون، وبختار هذولا وبزيحهم كمان هون خليهم عندي هنا. طيب بعد الكالكوليتر انا ضل عندي اشي عشان اتعامل مع الكلاسز. الكلاسز في عندي اشي اسمه كوليكشن، كرييت كوليكشن، كرييت كوليكشن، كرييت كوليكشن، هاي كرييت كوليكشن كولوم. وهنا بوصله معه وبقول له الكوليكشن كولوم ايش بده يكون؟ اللي هو الاندكس ليبل، بشيل كل هذولا، هذولا كلهم بشيلهم وبخلي عندي بس الاندكس ليبل. بدي اقول له كرييت وسميه مثلا ليبل اندكس كوليكشن تمام. apply اوكي بعمل run او execute. وشو راح يطلع معي هنا؟ هي بعمل calculations وخلص تقريبا قرب يخلص، وهي الداتا عندي صارت هي الكوليكشن زي ما انتم شايفين. زي ما تعودنا بالدروس القادمه نعمل كوليكشن عشان نعمل classification بعد شوي تمام. هاي الستبس الاساسيه مهم تعرفوها وتتعاملوا معها، لانه اذا عرفتوها بتصير تتعاملوا مع اي شيء في المستقبل بالداتا تبعتكم. اخر شيء من الدعم البارتيشن، بدي اخلي الامور سهله جدا بدعم البارتيشن، وبدي اقسم الداتا كلها اللي عندي. انتو 80% خلينا نسوي 80% للتريننج، وبدي اسوي 20% للتستنج. فهون هي بدي اوصلها معها، وبدي اخذ 80% للتريننج، وبدي اخذ الباقي 20% طوالي للتستنج. بدي اوصل هاي النود مع الاكسكيوتر، بدي اوصل هاي النود مع الاكسكيوتر تمام. طيب فالموضوع سهل جدا الان. خلصنا كل البارتيشنز، خلصنا الايمجز، خلصنا كل شيء هنا تمام. باجي هنا بدي اعمل كونفيجريشن للنود هاي، بما انه صار عندي كل شيء بدي اعمل بارتيشن اكسكيوت، وباجي هون بقول له كونفيجريشن. الانبوت كولوم هو الايمج صح، فبجيب الفروم ايمج اذا بدي بقول او اوتو مابينج مع الايمج، هاي الايمج تمام، الايمج اللي هو الانبوت تبعي، فبقول له فروم ايمج تمام، او بقول له طوالي فروم ايمج زي هيك ويجيب الايمج. فهذا هو الايمج اللي انا بدي اشتغل عليه اللي هو الانبوت داتا تمام. التارجت تبعي ايش؟ الكوليكشن اللي هو ليبل اندكس كوليكشن تمام، وهذا بده يكون يتحول من نمبر تو ون هوت انكودر تمام. وبدي اعمل مش باينري كروس، بدي اعمل كاتيجوريكال كروس انتروباي، لانه انا عندي 10 كلاسز. لو انا عندي 0 1 بعمل الباينري، هي عملت اللوس فانكشن وهي يشتغل عندي، بده يشتغل تمام عندي طبعا بده يشتغل عندي. وهنا بدي اعمل 15
اي بوكس بديش اكثرها كثير عشان عندي ايميجز، وبدي اخليها هاي 16 او 32، خليها تكون مبدئيا 16، او اذا بدي 32 السايز تبع الباتش، سايز تبع الباتش، بقول اوكي. طبعا هون ممكن تستعمل ادم، انا هذا يعني البيرفورمنس تبعه تمام، وبقول له اوكي تمام. طيب قبل ما ممكن اسعمرن، بس قبل ما اعمرن او ممكن اعمرن عشان اورجيكم هالشيء، بقول له اكسكيوت بدل ان يشتغل، هنشوف شو راح يطلع معنا نتيجة ان شاء الله. هسه بس يبدا يعمل تريننج للايمجز، بدي اعمل عليه المونيتورينج، هي بدا صفر، هي 1%، بدا فبدا اقول له رايت ماوس كليك ليرن المونيتور، ليرنينج مونيتور. لاحظوا كيف بدا من الصفر الاكيرسي بدا يطلع، لاحظوا كيف بدا يطلع which is very good، فالموديل انه شغال كويس، هي الاكيرسي صار يطلع لفوق، واللوس المفروض ينزل، هي اللوس قاعد بينزل، واحنا ما زلنا بالايبوك 2، لاحظوا كيف ما زلنا بالايبوك 2 وبدت الامور تتحسن، والاكيرسي قاعد بيطلع لفوق، لاحظوا كيف which is very good. وهي الكراس اوتبوت اذا بدي اشوفه، بس خلي على راحته، خلي يضلوا يعمل ليرنينج، وايل اتس دوينج ليرنينج خليني اورجيكم هالشغله، بس ابدا اورجي نعمل عده شغلات. طيب الان هون الداتا راح تطلع معي، راح اعمل كونفيجريشنز لها، كونفيجريشنز راح اخلي لي كيب الانبوت كولومز، عندي الانبوتس اللي هون راح تجيني ايش، الايمج، هي الايمج، هي الانبوت كولوم تمام، واد اوتبوت، هي الاوتبوت اللي بدي اشتغل عليه تمام، هي بدي اخليه زي ما هو اوتبوت، ما في عندنا مشكله، نقول له اوكي بس يخلص. طبعا بدي هاي بس شوفوا، خلينا نرجع على المونيتورينج ونشوف كيف صار، هي صار ممتاز يعني قاعد بيطلع لفوق وقرب لل100 يعني عند 7 يعني اعطانا جود بيرفورمانس، بس خليه يضل شغال. او ممكن تعمل ستوب ليرنينج على الفاليو هاي لانه ساتسفايد الفاليو، بس anyway خليه يكمل تمام. هيو تقريبا اللوس قرب على الصفر، وعندنا الاكيوريسي شبه 100%، يعني اذا بدي بقدر اقول له ستوب ليرنينج، واوقف واكمل شغلي اللي بدي اياه. فشو بسوي اذا بدي، بقول له ستوب ليرنينج، خلاص انا هيك ساتسفايد ما عندي مشكله تمام. وباهي صار اخضر، وهي هون بقول له ران اكسكيوت على التستنج، شوف شو بده يطلع معنا تستنج، هي خلص تستنج، وهي الناتج تبعي بالتستنج ما يلي. عندي 10 كلاسز، لاحظوا 10 كلاسز، هون راح يطلع لي 10 values. طبعا هون اكبر value بتمثل لي هي الكولوم، فعندي هون اكبر value يعني ايش، عباره عن زيرو، هاي زيرو المفروض تكون، المفروض تكون زيرو، وفعلا هي زيرو هون تقريبا، لان هاي اكبر قيمه هون، هون هاي لازم واحد، هنا لازم هاي القيمة، هي أكبر قيمة، هي القيمة اللي هي 0 1 2 وإلى آخره. طيب هسا كيف هذا ممكن أطلعه يعني إشي مقروء؟ الموضوع very simple، بجيب كل الكولومز هاي بحولهم many to one، بجيب many to one بحطه هنا تمام، بوصلها عليها، والله خلينا نجيبها هون احطها عشان نشتغل هسه بشكل كويس. ماني تو 1 بدي اقيم كل هذول، ما بدي اياهم، بدي بس هذول اللي ضلت عندي تمام، هي عندي من 0 ل 9. هسه لاحظوا انه كمان الليبل هذا هو بيمثل لي الفاليو تبعت الكاتيجوري تمام، فبجيبهم وباخذ الماكسيمم فاليو منهم، من كل هذول الحقول الكولومز خذ اكبر قيمه وحطها بال او كيب ال الاوريجينال كولومز، وخلي لي يسمي لي هذا مثلا predicted class تمام. فلاحظوا انه لما اعمل اكسكيوشن شو راح يسوي، بيجي هون بقول له شو وجهني الداتا، اخر شيء هسه بشيل هذول كلهم، بديش اخليهم، هي الفاليوز تبعهم، اكبر قيمه موجوده للزيرو، هون للواحد، هون للاثنين، هون للاثنين، هون للثلاث. طيب حتى اقيم هذول عشان اضبط الداتا، بقول له بس هون اذا بدي دبل كليك، بقول له دونت كيب الاوريجينال تمام، هيك اكسكيوت وطلع لي الفاليوز، لاحظوا كيف هي طلع لي الاعلى قيمه الكولوم تبعته. الان شو بسوي؟ الان بدي اعمل ايش اسمه كولوم اكسبريشن،
بالكولوم اكسبريشن بسوي اشي سهل جدا عشان ارجع القيم لقيمة الحقيقة الحقيقية. بعمل دبل كليك هون، باجي بعمل بضيف انه انا بدي اشتغل على هون string معين، expression معين. شو الاكسبريشن؟ هسه بشرح لكم اياه. يعني ثلاث اسطور من الاكسبريشن سهل جدا. هون بجيب انا length تبع البريدكتد كلاس، بنقص منه واحد اي بروح على اخر ديجيت، وبجيب من اخر ديجيت بجيب لي السترينج، بمعنى انه انا بدي اجيب اخر فاليو من السترينج. هسه بشرح لكم اياها كمان مره، بس هاي هذا نوعه بدي اخليه يكون انتجر، وهذا عباره عن ريبليس الكولوم، وبدي البريدكتد كلاس تو بي ريبليسد. فبقول له اوكي، بقول له اكسكيوت. تمام، ليش بدي اسوي زي هيك؟ هسه بحكي لكم ليش. هاي التيبل هاي جاب لي انه 0 1 2 2، لاحظوا هاي 2 البريدكتد، وكان المتوقع واحد، اصلا لازم يكون واحد، جاب لي 2. فهسه عندي صار عندي 2 كولومز، الليبل اندكس والبريدكتد فاليو موجودين. هسه بعمل سكورينج، هسه بعمل سكورينج بين هذا الكولوم وبين هذا الكولوم، بطلع معي الفاليو. فباجيب السكور الان، سكور بحطه هون، بوصله معه وبعمل دبل كليك، وبقول له انا بدي الاندكس ليبل مع البريدكتد كلاس، بقول له اوكي، لما بقول له اكسكيوت بطلع لي، راح يطلع لي البريدكشن. خلينا نشوف شو الاندكس مع البريدكتد كلاس. تمام، خلينا نشوف شو الماتريكس. لا، في اشي غلط بالماتريكس، خليني ارجع اضبط هنا، اشوف شو هون في عندي ريبليس الكولوم، وعندي هون الفاليو، عندي هذا، لا هنا عشان انا اخترت الهايب لازم يكون نمبر، لازم يكون انتجر، وبريدكتد كلاس 100%، هي لازم يكون هذا نمبر. وبقول له الان اكسكيوت، وهي طلع لي الماتريكس، ماتريكس هاي، واللي طلع لي اكيوريسي عباره عن 76%، 76% اكيوريسي عندي طلعت من هال الايمجز من للتريننج ومن التستنج. هل التستنج داتا هيهم عندي حوالي 601 تستنج، هيهم كلهم، لاحظوا كيف. طبعا انا بالدرس القادم راح انا نفصل الداتا وافصل لكم اياهم على فولدرز مختلفه، وراح تختلف الامور شوي حتى تشوفوا اذا عندكم فولدرز فيهم ايمجز والفولدر يمثل لي الكلاس كيف نعمل له بريدكشن، هذا راح اشرحه بالدرس القادم. الان اللي سوينا، بنينا النتورك الكونفوليوشن، وصلنا مع الليرنر والاكسكيوتر، وي بروسس الايمجز كلها بالطريقه هاي، بعدين الاوتبوت رجعناه عشان نقارن الاوريجينال اندكس فاليو الاندكس تبعته في النيو فاليو، وطلع على السكورر السكور. وطبعا السكور ممكن حتى تطلع بالله جافا سكريبت كمان سكور اذا امكن، هاي الجافا سكريبت سكور. بعمل دبل كليك وبقول له انا بدي الليبل اندكس مع البريدكتد كلاس. تمام، بقول له اوكي، بقول له اكسكيوت. لا لسه في اشي كمان، ليبل اندكس مع البريدكتد كلاس، المفروض انه السكورر تبع جافا سكريبت يشتغل بصراحه، الاكتوال كولوم اللي هو الليبل اندكس مزبوط، والبريدكتد كلاس مزبوط. نقول له هنا ما بدي هيدرز، ما بدي، انا خايف بس في كونفيجريشنز انا ناسي اعملها. انا خلينا نجرب، اذا ما زبطتش مش مشكله يعني. خليني اقول له اوكي، ابلاي، اوكي، رايت ماوس كليك، ما جابش، فبده كونفيجريشن. anyway انا حبيت بس اورجيكم بالجافا سكريبت سكورر جافا سكريبت، بس anyway مش راضي يشتغل، فبديش اضيع الوقت الدرس. الان اللي بدنا نعمله الان، عملنا سي ان ان بسيطه بالطريقه هاي. السؤال اللي واحد ممكن يساله، ممكن يقول لي طيب انت طلعت الكونفيوجن ماتريكس وطلعت كل شيء، وهي عندك الاكيوريسي 76، كيف ممكن اخليه الاكيوريسي 95%؟ فبالدرس القادم راح اول شيء اجيب لكم ديفرنت ستراكشر لنفس الداتا سيت، زائد راح نعمل نتورك مختلف شوي، راح نعقد شوي النتورك هون. تمام، راح نضيف مور كونفوليوشنز عليها، وراح تشوفوا انه الداتا راح تختلف. طبعا هاي 76 انت ممكن حتى من الان تصلح فيها شوي. لو ما جينا مثلا هون حطينا الباتش سايز، مثلا الباتش سايز انا بدي اياه مثلا 32، خلينا نجرب والله نعمل 32. تمام، واشوف شو تاثيرها على الاوفر اول اكيوريسي، خلينا نشوف تاثيرها على الاوفر اول اكيوريسي. باجي بشغل كل شيء، بقول له رن كل شيء، هسه بده يعمل ليرنينج. تمام، انا غيرت مثلا الباتش سايز سويته 32،
خلينا نشوف شو ممكن يأثرني عندي على الـ على الـ على الـ الـ evaluation تبع المونيتورينج. لاحظ هيو بدأ يطلع الاكيوريسي which is very good، واللوس بدأ ينزل. انا حابب تشوفوا كل شيء قدامكم حتى تحسوا باللي قاعد بصير لما تغير باراميتر معين شو بصير. يعني ممكن مثلا تروح على السوفت ماكس كمان على الاوبتمايزيشن فانكشن على الادم وتغيروا مثلا لار بي ام اس بروبابيليتي او شيء ثاني وتجربوا. ممكن تروحوا على اللايرز هون وتغيروا فيها شويه. بس انا بدي اخليكم الدرس القادم عشان ننتقل من اكيوريسي من 76% الى تقريبا 95 او 96% accuracy على الايمجز. هيك بتكون الامور افضل شوي. لان هيو قاعد بعمل ليرنينج. خلينا نشوف كمان المونيتورنج للليرنينج. هيو مازال ممتاز، بيطلع الى الامام which is very good، واللوس ستيل قاعد بينزل. ما صار عندي اي ميجر ثينجز. وهي عندنا تفاصيل كل ايبوك شو بصير قاعد الاكيوريسي مع الباتشز which is very good. فخلي يخلص او بنعمل له ايرلي ستوبينج لما يقرب على 100. هي تقريبا يعني شبه 100، فبعمل له ستوب. بديش اخليه يكمل، بدي اعمل ستوب ليرنينج. فبشوف الان بقول له اكسكيوت اول، بدا يعمل هون. خلينا نشوف السكور شو راح طلع معي. صار 76 وشيء، لسه 76 وشيء، ما تغير كثير. لاحظوا كيف ما تغير كثير. طيب اذا خلينا بالدرس القادم نبدا نشتغل على كيف تو انهانس بالسي ان ان الاكيوريسي. وخلينا بس انكم تجربوا هذا بالطريقه هاي اللي انا اشتغلت فيها الان حتى تعرفوا كيف تشتغلوا في الموضوع. راح اخزن لكم الدرس الرقم هاي، مزبط لكم اياه بالطريقه هاي. راح اخزن لكم اياه انا على الجيت هاب. هاي الاوريجينال لوكيشن تبعه من الجيت هاب اللي بحب ينزله مباشره. بس انا خليته يكون سمبل بالطريقه هاي، سمبل حتى ما تتعقد الامور. وبحط لكم على الجيت هاب درس مهم جدا بالسي ان ان حتى تتعرفوا كيف نبدا نشتغل بالسي ان ان. طبعا راح يكون كمان مجموعه دروس على السي ان ان حتى نحكي في مواضيع ثانيه لها علاقه بالسي ان ان. راح كمان نجيب مثلا مرض من الامراض، مثلا بفكر بالسكن كانسر، نجيبه ونعمل عليه تدريب ونشوف كيف نتعامل مع هاي الايمجز اللي هي بتمثل لي مرض معين، انه يكون مثلا مرض خبيث او حميد، ونشوف كيف بدنا نشتغل. هذا هو الدرس، واسال الله لكم جميعا التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.